وغادي نعطي حبه لدعاء الدوقه، هي اللي ما تبغيش الكابويا هي وكوثر في الدار، وتقولنا رايها بصراحه. غادي نعطيك منها في الوسط باش تاكلي تاني اليونداشي. هاي هاي كوليها. سبنينه كابويا ما سبعش واجت يابا، غير دوك كملها عجبتني انا. هاي. اليوم بغيت كابويا عجبتني. هاي مزيه. نبدأ بسم الله. عندي كمية تاع اللحم المفروم حسب أفراد العائلة، أنا درت غير كمية صغيرة. نزيدها شوية تاع معدنوس، شوية تاع بصل قطعته في الأشواغ باش يجي رقيق وما يبانش في اللحم، ونزيد معها شوية تاع شابليغ الخبز المرحي غير باش تجينا هذه كمية اللحم المفروم تجينا شوية زاكية. أنا الشابليغ ما نديرهاش هكا ناشفة باش الكرات ما يجونيش ناشفين كي نقليهم، ندير هاد الحيله هكا، ندير شويه تاع الماء باش تولي طريه، يعني القوام تاعها يجي يشبه القوام تاع اللحم المفروم. ندير شويه تاع الماء خاطش كي ديروها ناشفه تقعدوا هكا تسبنوا هذاك اللحم المفروم يكون يابس ما يجيش طري هكا، ماشي بزاف حتى تولي عجينه تاني. ها شوف القوام تاعها راه مشمخ، ندير كميه حسب الحاجه هكا، شويه ملح، شويه فلفل اسود اللي هو الحرور، وشويه تاع زنجبيل اللي هو سكين جبير، يعني التوابل اختياري كيما تبغوا، اللي تبغوا ديروه ديروه. دير تاني سنينه تاع ثوم. صاي ولم هكا نخلط هذا الخليط، ما ندير لا بيض لا والو، ما غاديش ينتحلو. انا ساي خلطتهم، دوك نشكل الكرات. هي الاخت ما قالتش اذا نخلوهم هكا خضرين ولا نقلوهم، بصح انا غادي نقليهم واحد شويه ومن بعد نعاود نحشي بهم الكابويا. اظن هذا الحجم مناسب. شكلتهم كرات، شوفوا غير 20 ميل وعطتني كميه معتبره، كي زدنا معها شويه تاع شابليغ وشويه تاع البصل. دوك نقليهم شويه، درك نرابي الكابويا اللي هي الكوسه نبشرها. انا بالعاني خيرت هاد الحبات اللي يكونوا كبار. شوفوا هنا راني غير نجرب، رابيتها انا في هاد العيون الكبار جاتني خشينه، خفت لما تبغيش تلتملي، وتاني كاين اللي ما يبغيهاش هكا باينه بلي كابويا. هنا جاتني رقيقه بزاف وبدات تطلق في الماء، شوفوا بدات تطلق في الماء، قلت نعاود نربيها بن هادي. غادي نربيها بهاد العيون هادو، شوفوا هادو متوسطين ما خشينه ما رقيقه. هنا غادي نعصرها شويه خاطرش طلقت الماء بزاف، شوفوا كيما البطاطا نعصرها تاني واحد شويه باش نقدر نشكلها ما تقعش تطلق لي في الماء. شفتوا كمية الماء اللي طلقتها بعد ما عصرتها. درك ندير التوابل، التوابل كيما تبغوا حسب الرغبة. ندير شوية تاع الملح، معدنوس، نزيد سنينة تاع ثوم، أنا نبغي الثوم غير سنينة واحدة باش ندرقو داك الدوق تاع الكابويا. كيما تعرفوا كاين بزاف اللي ما يبغوش الدوق تاع الكابويا، كيما أنا في الدار نص يبغي الدوق تاعها ونص لا. بصح الوصفة تاع الأخت اللي حطيتها المرة اللي فاتت تاع المشتركة والله عجبتهم، حتى اللي ما يبغيش الدوق تاع الكابويا وما يبغيهاش والله كلاوها وعجبتهم، بارك الله فيها. وهذه تاني مازال ما دقناهاش بصح راني متأكدة غادي تعجبهم. ندير شوية تاع كمون، شوية تاع فلفل أسود اللي هو الحرور، أنا نبغي تاني الزنجبيل اللي هو سكين جبير صحي، ونزيد مغرف صغيره تاع فلفله حمراء حلوه غير باش تبدل لنا اللون تاع الكابويا، باش حتى اللي ما يبغيش اللون تاع الكابويا يكون اخضر يتبدل شويه بهاد التوابل. ونلم بحبه بيض نشوف اذا التمت ولا لا، نزيد شويه باش كي نقليها ما تنتحليش في الزيت كيما المعقوده. دوك نشوف
ودرك نشكل كرات تاع الكابويا ونحشيهم بال بهاد كرات اللحم المفروم اللي قليناهم نص قليه. هكا نطبزها شويه شوفوا كمية تاع فاميل 200 دينار تاع لحم مفروم عطتني كمية معتبرة يعني اقتصادية. شوفوا شحال وباقي لي هنايا كرات تاع الفيونداشي. هيا زدت شوية تاع البطاطا ربيتها بنفس الطريقة وغادي نعاود نعصرها هي تاني ونديرلها نفس التوابل ونزيد هاد الحبيبات تاع الفيونداشي باش ما يقعدوش هاك. دونك نزيد شويه تاع زيت في نفس المقله اللي قليت فيها الفيونداشي نخليها تسخن ونقلي دوك الكرات تاع الكابويا والبطاطا. نقلي ثاني هاد الحبات تاع اللي درتهم بالبطاطا والنار ما تكونش قويه تكون هكا متوسطه الى هادئه باش يدخلها الطياب باش تنحرق من برا وتقعد خضره من الداخل. وهادو هما الخبيزات تاع الكابويا والبطاطا اللي قليتهم وحطيتهم فوق اسويتو بابي اسويتو باش يتشربوا الزيت. درك نجيب بلاي يدخل الفور وراني نطيبه شويه تاع صوص طوماط. يعني راني ندير نطبق في الوصفه كما قالتها الاخت قالت لك ديروا شويه تاع صوص طوماط هنايا في البلا ونسدفهم هنايا ونزيد فوق كل حبه شويه تاع بيشاميل. ندخل البلا للفرن راني شعلت له من الفوق حتى يدي هذاك اللون الشباب. وهادو اللي بقاو لي شفتوا شحال عطاتني عطاتني كميه كبيره نديرهم غير في المقله هنايا فوق بلا ما ندخلهم للفرن. كل وحده ندير فوقها شويه تاع الجبن المبشور. كنتو تسالوني بزاف على الجبن المبشور كنت نستعمل انا واحد الماركه فيها تقريبا كيلو ماهيش كاينه دوك نستعمل هذه غاتينو. دونك غير هنا نشعل عليها ونغطيها حتى يذوب هذا الجبن. وهذا هو الكاتان بعد ما هدي هذا اللون الشباب تاع البيشاميل من الفوق دايو كنزينوه بشويه تاع معدنوس. حنا يليق نزينو الكاتان تاعنا ولا الوجبه تاعنا بشويه تاع معدنوس بهذه الطريقه. وهذه اللي درناها غير في المقله شوفوا كيفاش جات بالفخوماج. اللي ما يبغيش البيشاميل يدير شويه تاع الفخوماج. هاي نقلع لكم حبه هاي انا ثاني دقتها ما شاء الله والله تجي بنينه. راني فرحانه كي راني نشوف نجرب هاد الوصفات اللي بالكابويا اللي هي الكوسه وما يبانش الذوق تاعهم بزاف. شوفوا كيفاش تجي ها هي. انا ندوق الكابويا ما عنديش مشكل نبغيها كيما كانت نبغيها. جات بنينه ولا شوفوا الفخوماج ثاني كيفاش داب غير في المقله بلا ما ندخلوها للفوغ. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات وينالوا اعجابكم.